حضرات السيدات والسادة، يشرفني في البداية أن أرحب بكم بمناسبة تعيين مجموعة جديدة من رجال السلطة للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة إنشو، وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي نظمتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية يوم السبت 10 أغسطس 2024، تنزيلا للاستراتيجية السنوية الهادفة. في هذا الإطار تفعيلا لنتائج الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية في صفوف نساء ورجال السلطة، تم تعيين مجموعة جديدة من رجال السلطة لهذه الأعمال. يتعلق الأمر السيدة والسادة الآتية أسماؤهم: السيد محمد الدهبي، عين كاتبا عاما لهذه العمالة قادما من إقليم والدهب الذي كان يشغل به نفس المهمة، تعذر عليه الوضوء لأسباب مهنية. السيد جمال الدين الزهراوي، عين رئيسا لدائرة حضرية بهذه العمالة قادما من عمالة إقليم طنجة صلاح، حيث كان يشغل بها مهمة مدير ديوان السيد العامل، تعذر عليه الوضوء لأسباب مهنية. الاثنين سوف يكون لهم حضور مقبل ويتم هذا تقديمهم للتعرف عليهم ان شاء الله. السيد ابريكا الزروالي، تمت ترقيته الى منصب رئيس دائره حضريه لهذه العمل قادما من عماله تقليم القنيطره الذي كان يشغل منصب قائد ملحقه اداريه. سيدة سناء العزيزي، عينت رئيسة لملحقة إدارية بهذه العمالة قادمة من عمالة إقليم بركان التي كانت تشغل به نفس المهمة. السيد سيدي الشيخ القاضي، عين رئيسا لملحقة إدارية بهذه العمالة قادمة من عمالة إقليم أسفي الذي كان يشغل به مهمة قائد قيادة حد الحرارة. السيد صلاح الخلفاني، عين رئيسا لملحقة إدارية بهذه العمالة قادما من إقليم الجر الذي كان يشغل به مهمة قائد ملحقة في الكتابة العامة للعمالة. السيد عادل الصغيني، عين رئيسا لملحقة إدارية بهذه العمالة قادما من عمالة إقليم القنيطرة الذي كان يشغل به نفس المهمة. السيد ميلودي تبات، عين رئيسا لملحق إدارية بهذه العمالة قادما من عمالة إقليم أسفي الذي كان يشغل به مهمة قائد قيادة مولبرغ. وإذا تمنى التوفيق لرجال السلطة الجدد، أدعوهم إلى الانخراط بقوة في الأوراش المفتوحة بهذه العمالة والتي تنتظر منهم مضاعفة الجهد والعطاء، تحليل مكارم الأخلاق والتفاني والتحية وإحترام الذات، مع الجدية باعتبارها منهج متكامل يقتضي رفع المسؤولية للمحاسبة، إشاعة قيم الحكامة والعملية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما جاء في نص الخطاب الملك السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده إلى شعير وفيه بمناسبة الفكرة 24 لتربع جلالته على رشيد السلامي النيامي. كما أن رجل السلطة مدعو إلى الإيمان العميق والراسخ بمبدا مهمته، ذلك تنفيذا لمضامين المفهوم الجديد للسلطة كما حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. كما لا يكفني في هذا الإطار أن أتوجه بالشكر للسيد عبد الغني النجار، قائد الملحقة الإدارية للحسنة الشمالية الدائرة الحضرية إنشو، الذي انتقل بنفس الصفة إلى عمالة فاس. كذا السيد حسام بن مقريدة، قائد الملحقة الإدارية بلمدون بنفس الدائرة الحضرية، الذي انتقل إقليم سيدي إفني بنفس الصفة على ما بذلوه من جهد محمود خلال فترة إشرافهما على شؤون الملحقتين المذكورتين. أبقى الله مولانا الإمام بخرا وملاذا لهذا الوطن الأمين، حفظه بما حفظ به الذكر الحكيم. أبقى
الراعي له بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن شد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تنحضروا الحفل تنصيب رجال السلطه الجدد بترابع عمله مقاطعه عين شق، وهذا اليوم هو يوم مهم جدا من خلال انه تيعطينا واحد الصوره واضحه على التنزيل ديال الكفاءات الجدد لتدبير المجال الترابي للعمله بمفهوم ديال راس المال البشري، لان راس المال البشري ديال رجال السلطه هو مهم بزاف خصوصا في اطار توجيهات المولويه الساميه، وانه خاضع لنظام ديال الموارد البشريه جديد. هذا النظام ديال الموارد البشريه اللي كيعتمد على 360 درجه لان كتقيم الكفاءات الكامله والشامله لرجال السلطه، وهذا الغايه منه هو تنزيل فعلي ومقاربه فعليه للحاجيات ديال السكينه، وبطبيعه الحال لتفعيل اي برامج ديال الدوله وبرامج ديال التنميه المجاليه. بطبيعه الحال هذا اليوم هو يوم مهم، لان كل ما تزاد واحد مجموعه من رجال السلطه هما كيقوموا بعمليه مهمه اللي هي عمليه المقاربات في اطار مجموعه ديال المشاريع، تجربتهم هي اللي كتكون خلاتهم انهم يتحولوا من مجال ترابي لمجال ترابي اخر، سواء عن طريق الساده اللي طلعوا في المناصب ديالهم او لا الساده اللي رؤساء الدوائر اللي تعطوهم تعليمات على اساس انهم ينفذوا البرامج التنمويه، وعلى راسها البرامج التنمويه المجاليه كالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه.